احنا كنا بنتكلمين، انا كنت حاطط 23 ده الثلاث ثلاث اجوان راس، والاحمر ده دول كل لعيب اتنين بوزيشن يبقى ال 23 لعيب. وانت هتلاحظ ان حاطط جنبي انني علامه استفهام، وكنت قايل لو ما لقيناش الجزء دوت انا برشح عمرو السوليه، الجزء اللي بيلعب بوكس تو بوكس فمرشح عمرو السوليه، بجانب ان احنا ممكن يكون عمر جابر ستاند باي، بجانب ان يكون علي جبر ستاند باي، بجانب ان يكون عمار حمدي ستاند باي، بجانب ان يكون مصطفى محمد ستاند باي. ستاند باي بمعنى ان هم ممكن جدا يكونوا موجودين في المعسكر معانا، لا قدر الله اي حد من الاساسيين دول بدا يتعور هيخش مكانه، او دي الفكره اللي رفضها، او نبلغ الاولاد انتوا خليكوا ستاند باي، خليكوا جاهزين وبتتمرنوا. حاجه حصلت لجزء اليمين يبقى عمر جابر يخش، حد حس من السردباكات يبقى من ترشيحاتي انا يبقى علي جابر يخش، حد حصل ناحيه اليمين تريزيجيه، انا كان في رايي ان عمار ولد كويس جدا، وما عندناش مشكله ان احنا ندخل اتنين ثلاث لعيبه صغيرين في السن طالما كرامسن اكسبهم، هي اصلا الاستراتيجيه بتاعتكم من اول لحظه اكسبهم صح. اكسبهم صح. فانا كنت مرشح كمان مصطفى محمد انه يكون احتياطي، لا صلاح محسن خرج ليه من حساباتنا، صلاح محسن خرج من حساباتنا لترتيبات، كان اختفائه من النادي الاهلي شويه، بعض المعلومات اللي جات لنا من النادي الاهلي انه بيتدلع وانه ما عندوش اصابه، كل ما بيحس انه كان من المهاجمين اللي انتوا بانيين عليهم، كنا بنحبه جدا وبرومسنج، لكن البيهيفير بتاعه او سلوكياته شويه سلوكياته الاخلاقيه لا مش الاخلاقيه، اللي في التدريب دلع في التدريب والدلع في التدريب، وان هو مش واخد الامور بجديه، ولو حس ان هو بره الفرقه بيقول انا لا يعني بيغضب يعني الشخصيه دي بتبقى صعبه شويه يعني.